أنتم مع صدى الملاعب. لا تنسوا يوم قربت يعني حيكون عندنا سحب $100,000 من الحلم. إذا كنت مشارك سابقا ورجعت لنا حتربح 150,000 أنت وحظك. في مباراة مؤجلة ضمن المرحلة العاشرة من دوري كأس أمير محمد بن سلمان، قس الفتح 12 على ضيفه الفيصلي 13 برباعية كاملة. نتابع تفاصيلها مع حمادي القردب. الفرحة والاحتفالات على يوم التأسيس الكبير. ثلاث مباريات سابقة لم تهتز فيها شباك الفيصلي، ففاز بالثلاثة على ضمك وتعادل سلبيا مع الفيحة والرائد، لكن كل شيء اختلف في ضيافة الفتح لحساب مؤجلة الجولة العاشرة. كويفا لعب الكرة في رأس كويفا، خذوها داخل منطقة الجزاء، كويفا مر، كويفا عرض كرة، هذه خطأ أمام الجول، أمام الجول، نعم أول أهداف المباراة. البيروفي كريستيان كويفا قدم أوراق اعتماده رجلا للمباراة منذ الدقيقة 24 بعد أن أهدى سفيان بن دبكة هدف التقدم الأول، ثم واصل عرضه الإبداعي فأجبر مدافع الفيصلي على الوقوع في المحظور. أحمد عسيري سددها ولمسة اليد، خلينا نشوف الآن. كويفا أضاف الثاني من نقطة الجزاء، أما الهدف الثالث فأكد دون مجال للشك أن كويفا استثنائي مميز. كويفا تسديدة، الله 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 الله، ما هذا يا كويفا؟ أعرض فوز للفتح هذا الموسم كان بالثلاثة في شباك التعاون لحساب الجولة الثامنة، والنموذجي يضاعف ضغطه ويبحث عن نتيجة تاريخية، لكن القائم حرم باتنا من الرابع. الهدف الرابع على القائم وحده، لا مشاكل مشاكل مشاكل. ليس وحده باتنا، لم يكن محظوظا، ففراس البريكان بدوره اجتهد واقترب من الاحتفال، والقائم ينقذ الفيصلي للمرة الثانية. الفتح أمام الفيصلي قدم أداء نموذجيا، أما رابع الأهداف فحمل توقيع مروان سعدان. أقصى هزيمة تكبدها الفيصلي هذا الموسم في الدوري كانت بالأربعة في ضيافة النصر، والتسلل ينقذ الفيصلي من الخامس. عنابي سدير انتظر الدقائق الأخيرة وانتظر خروج ماكسيم كوفال للإصابة، فقلص الفارق بهدف تفاريس، لكنه بقي الأقرب لمراكز الهبوط بنقطة أكثر عن الاتفاق الرابع عشر، عكس الفتح الذي تنفس بفضل فوزه الثاني على التوالي للمرة الثانية هذا الموسم. حمادي قردبو، صدى الملاعب.